أعضاء الحكومة الجدد للجمهورية الرابعة يؤدون القسم القرنية. نعتذر لهذا الخضاء الذي نتج عن غير إرادتنا. المشاهدون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. من الفضاء التالي نقدم لحضراتكم عرضنا المسائي لهذا اليوم. أدى اليوم أعضاء الحكومة الجدد في الجمهورية الرابعة القسم القانونية أمام أعضاء المحكمة العليا وبحضور رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو، وكان ذلك يعد تنفيذا لقرارات مخرجات الحوار الوطني الشامل. عائشة خليل بلال. أدى هذا الصباح بالقصر الرئاسي أعضاء الحكومة الذين تم تعيينهم في 7 مايو 2018 اليمين الدستوري أمام المحكمة العليا، حيث ترأس المناسبة فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وبحضور رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي وعدد من معاوني رئيس الجمهورية. وهي أول حكومة للجمهورية الرابعة تؤدي القسم الدستوري بناء على الصيغة الدينية التي حددها القانون، والهدف من أداء هذا القسم هو ضبط وترشيد الحكم في ظل الجمهورية الرابعة وربطه بعقيدة الإنسان أي كان انتمائه الديني، وبث روح الشفافية في إدارة الشأن العام. في بداية المناسبة قدم المدعي العام للجمهورية كلمة أوضح فيها بأن بلادنا تشاد غدا دخلت في عهد جديد في تاريخها السياسي بميلاد الجمهورية الرابعة، وهي جمهورية لمواجهة كل التحديات، ويجب أن تناضل ضد اختلاس المال العام وغسيل الأموال والرشوة والمحسوبية، مضيفا بأن صيغة القسم التي تؤدونها تمثل التزامكم باحترام قوانين الجمهورية، ويجب أن تتصفوا بالوطنية والعقلانية في مجال أداء هذه المهمة التي كلفتم بها. من جهته سمير آدم النور رئيس المحكمة العليا طلب من أعضاء الحكومة الجدد بأن يؤدوا القسم أمام الحضور. في البداية أدى السيد كاسيريو كوموكاي وزير الدولة المستشار برئاسة الجمهورية القسم الدستوري أمام جميع الحضور، وقال بأنه سوف يكون مخلصا في عمله، وأن لا يخون الوطن ولا الشعب، وأن لا يختلس المال العام، وأن لا يبوح بأسرار الدولة، وأن يلتزم بالميثاق الأخلاقي للحكومة. كما أدت وزيرة المرأة وحماية الطفولة التضامن الوطني جميلة بشر الكاتب اليمين الدستوري. جميل بشر الكاتب، أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن أكون مخلصة في أملي، وأن لا أكون الوطن ولا الشعب، وأن لا أختلس مال العام، وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة، وأن لا أكتب وأن ألتزم بميثاق الأخلاق للحكومة. شكرا. هذه هي صيغة أداء القسم، وهي صيغة أدى من خلالها جميع أعضاء الحكومة اليمين الدستوري في هذه المناسبة، ما عدا وزيرة الطيران المدني والنقل جبيرغي أمان روزين التي رفضت هذه الصيغة بحجة إنها تعارض مع معتقداتها الدينية، واقترحت للمحكمة تغيير الصيغة المتفق عليها. وبعد رفض رئيس المحكمة لهذا الطلب، شرع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو بتعيين الجنرال محمد روزين خلفا لها في وزارة الطيران المدني والنقل والإرصاد الوطني. وعقب ذلك طلب رئيس المحكمة العليا سمير آدم النور من أعضاء الحكومة بأن يمارسوا رسميا مهامهم الوزارية. وعقب مناسبة أداء القسم هنى فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو رئيس المجلس الأعلى للقضاء جميع الوزراء متمنيا لهم التوفيق في مهامهم، ومن ثم تلقوا تهاني من رئيس الجمعية الوطنية الدكتور هارون كبادي وتهاني معاوني رئيس الجمهورية الأمان العامة والمكتب المدني برئاسة الجمهورية متمنين لهم النجاح في مهامهم. وننوه بأن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد أوفى بجميع الوعود التي أطلقها أبان حملته الانتخابية الرامية إلى الإصلاحات المؤسسية وبناء دولة القانون التي يجد فيها كل مواطن تشادي ما يرنو إليه في بناء تشاد قوية ومزدهرة. والجدير بالذكر أن ميلاد الجمهورية الرابعة هو حصيلة للإصلاحات المؤسسية التي تمخضت بالنضال ضد اختلاس المال العام وغسيل الأموال والرشوة والمحسوبية وغيرها من الأمور التي ينتظرها الشعب التشادي في ظل الجمهورية الرابعة. هذا وعقب ذلك وقع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على مرسوم رئاسي يعدل بموجبه تعديلا طفيفا لحكومة 7 مايو 2018. الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور. Décret numéro 1322. مرسوم رئاسي رقم 1322 يقضي بالتعديل الوزاري. رئيس الجمهورية، رئيس الدولة،
رئيس الحكومة نظراً للدستور، نظراً للمرسوم رقم 1318 للسابع من مايو 2018، القاضي بتعيين أعضاء الحكومة يرسم بما يلي: المادة الأولى: الشخصيات الآتية أسماؤهم عينوا أعضاء الحكومة في المناصب التالية: وزير البنية التحتية والنقل وفك العزلة جان برنارد باداري، وزير الطيران المدني والإرصاد الجوي محمد طاهر أرزي. المادة الثانية: فإن المرسوم الحالي يلغي كافة الإجراءات المغايرة ويسري مفعوله من تاريخ التوقيع عليه، كما يسجل وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية، صدر بأنجمينا العاشر من مايو 2018، توقيع رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. في أنجمينا le 10 mai 2018 par le président de la République إدريس ديبي إتنو. وفور أداء القسم القانونية رأس رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو أول مجلس للوزراء لحكومة السابع من مايو 2018. نتابع محضر مجلس الوزراء مع الوزيرة مادلين جان ألينغي باوي. À la promulgation de la nouvelle loi constitutionnelle qui instaure طبقا للقانون الذي سمح بميلاد الجمهورية الجديدة، 29 من أعضاء الحكومة استلموا مهامهم في مناسبة أداء القسم الذي ترأسه رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. هذا اليوم الذي يعتبر يوما تاريخيا في الحياة السياسية في تشاد، هذا وفور أداء القسم عقد اجتماعا للوزراء غير عادي اليوم الخميس العاشر من مايو تحت رئاسة رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس مجلس الوزراء. نقطة واحدة مدرجة في جدول الأعمال وهي مداخلة رئيس الجمهورية الذي هنأ فيه جميع أعضاء الحكومة على تعيينهم، وأن هذا الاختيار من بين الملايين من التشاديين والتشاديات له معنى، ويأمل التشاديين والتشاديات وينتظرون الكثير والجديد من قبل المسؤولين والمؤسسات الجديدة من أجل تحسين الحياة اليومية في وقت قريب. الثقة والمسؤولية تترتب عليه نتائج إلزامية. أن رئيس الجمهورية حث أعضاء الحكومة على 6 نقاط أساسية: الوفاء بالتعهدات والتحديات، حب الوطن والدفاع عن مصالح الدولة، ونشر ثقافة المسؤولية، إدارة منضبطة ومنظمة للموارد المالية لا للفساد على أعضاء الحكومة، مكافحة ظاهرة اختلاس موارد الدولة والرشوة بجميع أشكالها، إدارة صارمة للموارد البشرية ومراعاة الكفاءات عند التعيينات في مواقع المسؤولية، وضع مشاريع واضحة وتقييمها مع الموظفين المنضبطين في الميدان في أنجمينا وفي كافة الأراضي الوطنية حتى نتمكن من تقوية الإدارة العامة. يجب إبراز روح التفاهم بين أعضاء الحكومة والعمل في أجواء منسجمة من أجل تشاد مزدهرة. على الحكومة اختار المواطنين بكل مشاكل الدولة. واختتم رئيس الجمهورية بالتأكيد على أعضاء الحكومة بضرورة القيام بكامل واجباتهم دون تقاعس أو ملل. وبعد ذلك شهدت العديد من الوزارات تسليم المهام بين الوزراء السابقون للجمهورية الثالثة والجدد في الجمهورية الرابعة، حيث شهدت وزارة المالية والميزانية حفل تسليم وتسلم الحقيبة الوزارية بين الوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل والجديد عيسى محمد عبد المحمود. كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور محمد صالح الحسين. بمناسبة التشكيل الوزاري الجديد الذي جرى في الحقيب الوزارية في 7 من شهر مايو الجاري، فقد تم تسليم وتسلم بين الوزير السابق السيد قمر سليت والوزير الجديدة لديبي ياسم، وذلك بحضور الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور. وفي كلمته الوزير السابق السيد قمر سليت شكر الحضور من عمال الوزارة على الوقوف معه أثناء فترة عمله، حاثا إياهم على الوقوف خلف الوزير الجديدة ومساعدتها في إكمال برامجها الاقتصادية. الوزير الجديدة ثمنت جهود فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياها على رأس الوزارة، مطالبة العاملين بالوقوف معها حتى تؤدي دورها المنوط بها لتنفيذ المشاريع التنموية. وفي نهاية الحفل تم التوقيع على دفتر المهام، وقامت بتسليمه الأمينة العامة للحكومة السيدة مريم محمد نور.
كان ذلك هو بحر الدين عبد الشافي الدود في وزارة الزراعة، حيث شهدت الوزارة تسليم وتسلم بين الوزير السابق السيد قمر الثليق والوزيرة الجديدة بياسو سيميان، وبالعودة إلى وزارة المالية والميزانية ومحمد صالح الحسين. على ما يبدو عن أن المادة لم تكن جاهزة، ننتقل إلى وزارة أخرى وهي وزارة الإنتاج حيث نبقى في عمليات التسليم والتسلم بين الوزراء السابقون والجدد، وهذه المرة من وزارة الوظيفة العامة، حيث الوزير السابق محمد مختار علي سلم حقيبة الوزارة لخلفه أحمد الدرير علي. منى عثمان حسن سكايا. بمرسوم رئاسي رقم 1318 صدر من رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو بتاريخ 7 مايو الجاري، عين أحمد الدردير ديف الله وزير للوظيفة العامة والعمل والحوار الاجتماعي خلفا لمحمد مختار علي، وعليه فقد استلم الوزير الجديد مهامه رسميا وسط عدد من عمال الوزارة. مناسبة بدأت بكلمة الوزير السابق محمد مختار علي أعرب عن امتنانه لرئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو على الثقة التي أولاها إياه، وطلب من العمال العمل بالإخلاص مع الوزير الجديد والتكاتف لأجل تسيير العمل الإداري بشكل جيد. عقب ذلك تداخل الوزير أحمد الدردير ضيف الله، شكر فيها رئيس الجمهورية على تعيينه على رأس الوزارة. لأن بالنسبة كما تقول الجمهورية الرابعة أطلق طابع جديد، يعني هذا هو التفاني في العمل. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بحضور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور. أما وزير البترول والطاقة السابق بشير مادي سلم بدوره مهام الوزارة للوزير الجديد بوكر ميشيل محمد حسن آدم. بالتوقيع على مهضر تسليم المهام الوزارية، جاءت مناسبة التسليم والتسلم بين وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل ووزير البترول السابق بشير مادي، وذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور، وذلك في إطار التشكيلة الجديدة لحكومة الجمهورية الرابعة، حيث بدأت المناسبة بكلمة الوزير السابق بشير مادي الذي سرد أهم الإنجازات التي حققها خلال فترة إدارته للوزارة والتي استمرت لمدة 20 شهرا، كما طلب من معاونيه مواصلة نفس النمط مع الوزير الجديد لتنفيذ المشاريع. وزير البترول والطاقة بوكر ميشيل في كلمته بهذه المناسبة شكر رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياه، كما أشاد بجهود الوزير السابق مادي وما حققه من أعمال ساهمت في تعزيز قطاع البترول والطاقة، لا سيما مراجعة المؤاهدات والاتفاقيات الموقعة بين البلاد والشركات الدولية لتنقيب واستقلال النفط، لا سيما شركة غلينكور، مضيفا بأنه سيعمل ما بوسعه من أجل رفع التحديات لتحقيق أهداف الوزارة المتمثلة في استقلالية الطاقة والسماح للبلاد لائب دورها المنوط بها بجانب الدول الإفريقية المنتجة والمصدرة للمواد البترولية. وبالعودة إلى مجلس الوزراء الذي انعقد لأول مرة بعد تشكيل حكومة الجمهورية الرابعة والتي رأسه رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو، نتابع التغطية لحبيب حميد محمد. حكومة جديدة انبثقت من عمل الملتقى الوطني الشامل بهدف تصحيح مؤسسات الدولة وبناء جمهورية جديدة أطلق عليها الجمهورية الرابعة، جمهورية تحمل أملا كبير ينتظره الشعب التشادي، رفع التحديات وبناء تشاد الغد وتشاد دولة القانون وتشاد التقدم والازدهار. هذه الحكومة الجديدة رأت النور بعد 3 أيام من الإعلان عن الدستور الجديد للجمهورية، أي في 7 مايو الجاري، وحملت هذه الحكومة في طياتها 29 حقيبة وزارية. مجلس الوزراء الاستثنائي التعارفي ترأسه فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو صباح هذا اليوم، وذلك بعد قسم في القرآن الكريم من ناحية والإنجيل من ناحية أخرى، وهذا دليل على تعدد الأديان في تشاد.
وفي القرآن الكريم والإنجيل قسم الوزراء الجدد بأن يكملوا المسيرة أمام الله وأمام الوطن وأمام الشعب التشادي، وأن يحافظوا على الكرامة الوطنية والعمل الجاد من أجل تشاد حرة مستقلة، والعمل أيضا على تنميتها دون المساس على ممتلكات الدولة وأكل الرشوة والتعدي على المال العام وكتمان السر ومواصلة غرس هيبة الدولة التشادية الجديدة، وهذا ما جاء في قرارات الجمهورية الرابعة. وفي مجلس الوزراء الاستثنائي تعرف فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو على أعضاء حكومة الجمهورية الرابعة وعرفهم على خريطة الطريق وحثهم أيضا في الحفاظ على الشرف وتطبيق ما جاء في قرارات في أعمال الملتقى الوطني الشامل. وفي المجلس أكد الوزراء الجدد على الحفاظ على القسم وإكمال ما بداه فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو من أجل رفاهية الشعب التشادي، وعلى مواصلة المشوار وتطبيق كل ما جاء من أهداف للجمهورية الرابعة ورفع التحديات التنموية والاقتصادية وخاصة في مجال التربية والتعليم. أكد السيد أبو بكر الصديق شاروما وزير التربية الوطنية وترقية المواطنة أنه سيعمل على تقوية المدرسة التشادية والنهوض بالتعليم في تشاد، وقال يجب بأن نعمل على تقوية التعليم والتربية وخاصة تقوية مستوى التلميذ التشادي الذي هو كادر المستقبل. الجمهورية الرابعة هي فترة جديدة، عهد جديد من عمر الدولة التشادية، من حياة الدولة التشادية في كل نواحي، ولذلك نحن في وزارة التربية الوطنية علينا واجب أن ننهض بهذا المجال وأن نعيد إلى المدرسة الحكومية، المدرسة الحكومية دورها السابق، واجبنا أن نعيد للمدرسة التشادية الحكومية هذه والمدارس الأخرى دورها الرئيسي في تكوين الإنسان، تكوين التلميذ التشادي اللي هو قائد الدولة القادمة. وبهذا قد بدأ العمل الكبير للأعضاء الجدد لحكومة الجمهورية الرابعة، وما تبقى أمامهم إلا رفع مزيدا من التحديات وتطبيق كل ما جاء من توصيات وقرارات الملتقى الوطني الشامل والحفاظ على القسم الذي أدوه أمام الله وأمام الوطن والمواطن وأمام هيئة المحلفين وأمام فخامة الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إدنو. وبالعودة إلى حفل التسليم وتسلمه، حيث الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور رأست أيضا مناسبة تسليم وتسلم الحقيبة الوزارية بين الوزيرة السابقة أمينة كوجانا والجديدة الدكتورة جميل بشر الكاتب لوزارة الشؤون الاجتماعية والمرأة والتضامن الوطني محمود موسى الفيل. جاء حفل تسليم وتسلم بين الوزيرة الجديدة لوزارة المرأة وحماية الطفولة والتضامن الوطني السيدة جميلة بشر الكاتب والوزيرة السابقة السيدة أمينة كوجيانا، وذلك بحضور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية السيدة مريم محمد نور. وبهذه المناسبة تحدثت الوزيرة السابقة أمينة كوجيانا مقدمة شكرها لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها في شخصيتها خلال فترة عملها بالوزارة، كما هنأت الوزيرة الجديدة بتعيينها على رأس الوزارة مقدمة شكرها لمعاونيها على التفاهم والشجاعة في العمل، طالبة منهم الاستمرار في نفس النمط مع الوزيرة الجديدة من أجل تسيير الخدمة العامة. من جانبها الوزيرة الجديدة قدمت في البدء شكرها لرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي منحها إياها. اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لفخامة السيد رئيس الجمهورية رأس الدولة رائد الجمهورية الرابعة السيد إدريس ديبي إتنو بهذه الثقة في شخص متواضع بحضاري ضمن أول فريق أمل يقود السفينة الجمهورية الرابعة التي اقتراها رئيس الجمهورية وصادق عليها كافة أطياف الشعب التشادي. وفي نهاية المناسبة وقع كل من الوزيرة الجديدة جميلة بشر الكاتب والوزيرة السابقة أمينة كوجيانا على محضر التسليم والتسلم إذانا بتسليم العمل للوزيرة الجديدة رسميا. وبالعودة إلى وزارة المالية والميزانية التي شهدت حفل تسليم وتسلم الحقيبة الوزارية بين الوزير السابق الدكتور عبد الله صابر فضل والجديد عيسى محمد عبد المحمود، كان ذلك بحضور الوزير الأمين العام للحكومة مريم محمد نور محمد صالح الحسين. تم تسليم وتسلم بين وزير المالية والميزانية السابق عبد الله صابر فضل والوزير الجديد عيسى محمد عبد المحمود. ترأست المناسبة الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور. الوزير السابق عبد الله صابر فضل أثناء خطابه شكر جميع العاملين بالوزارة لما قدموه من جهود تجاه تحسين الاقتصاد الوطني،
وقال إن الجمهورية الرابعة لها برنامج سياسي ينبغي تطبيقه، لذا دعا العاملين بالوزارة إلى مساندة الوزير الجديد من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وفق مخرجات المنتدى الوطني الشامل. أما الوزير الجديد عيسى محمد عبد المحمود شكر من جهته رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو على الثقة التي أولاها إياه وتعيينه وزيرا على رأس هذه الوزارة الهامة، كما حث العاملين بالوزارة على التعاون بصدق وأمانة ودعا بضرورة وضع الشخص المناسب في المكان المناسب. الشعب وأعطاني يعني المسؤولية في الوزارة المالية، يعني دي مسؤولية كبيرة جدا، ويمكن رئيس الدولة رئيس إدريس ديبي إتنو يعني قوماني وشرفاني. إن شاء الله أنا كل نخدم ونخدم شعب التشادين، لو خدمت الرئيس الدولة يعني ما أنا تخدمت الشعب. وفي نهاية المناسبة تم التوقيع على محضر التسليم والتسلم بين الوزير الجديد عيسى محمد عبد المحمود والوزير السابق عبد الله صابر فضل بحضور الوزيرة الأمينة العامة للحكومة المكلفة بالعلاقات مع الجمعية الوطنية مريم محمد نور. نظمت وزارة الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني دورة تدريبية حول النظم والتوجيهات للمساعدات العاجلة. الورشة افتتحت من قبل المدير العام النائب لوزارة الثروة الحيوانية حسين حسن أحمد محمود موسى الفيل. يعد المشروع الإقليمي لدعم الرعي بدول الساحل بارابس من المشاريع العاملة في مجال الثروة الحيوانية، وعليه جاء تنظيم هذه الورشة التدريبية حول الضوابط والتوجيهات للمساعدات العاجلة للثروة الحيوانية من قبل الوزارة المعنية بالتنسيق مع مشروع بارابس وبتمويل من شركاء التنمية بالبلاد. وبهذه المناسبة فقد تحدث ممثل إدارة الأزمات الرعوية بالمشروع عثمان أحمد هدي، الذي أشار إلى أهمية الورشة والتي تسمح للمشاركين بتلقي المعلومات والبيانات المتعلقة بالثروة الحيوانية بغية الخروج بنتائج وتوصيات تسهم في ترقية العمل الرعوي. وأضاف بأن المشروع يهدف إلى تقوية الإنتاج الرعوي الذي يلعب دورا هاما في إنعاش الاقتصاد الوطني. المدير العام النائب بوزارة الثروة الحيوانية بعيد افتتاحه لأعمال الورشة صرح للصحافة بقوله: يساعدوا خدامين اللاجئين في الثروة الحيوانية عشان ينتم معلومات يساعدهم المعلومات في الساحل. كما تعلمون الثروة الحيوانية هو من الأوليات عن الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو. تجر الإشارة إلى أن المشاركين في هذه الورشة سيناقشون مواضيع عدة تتعلق بالرعي والثروة الحيوانية من حيث الإنتاج والإنتاجية، وتستمر الورشة لمدة 3 أيام على التوالي. قدم المدير العام لإذاعة أكسجين فرانسوا ديمبي بيانا صحفيا حول إطلاق نشاطات الإذاعة والاحتفال بمرور الذكرى الأولى للإذاعة. أؤكد أن الإذاعة تابعت نشاطاتها منذ تاريخ 18 مايو 2017. قبل كل شيء إن هذه الإذاعة الحالية قد كانت إلى جانب الإذاعات الأخرى بأنجمينا تقدم خدمات إعلامية إرشادية توجيهية تثقيفية للسكان. وقد تأسست هذه الإذاعة في وقت تشهد فيه البلاد أزمة اقتصادية، وعليه فإننا ندعو بعيد إطلاق نشاطات الإذاعة بمباراة ودية إذانا لإطلاق نشاطاتها والاحتفال بالذكرى الأولى لتأسيس هذه الإذاعة المحلية، والذي يصادف غدا 11 مايو للعام 2018. وستقام المباراة بمركز الثقافي دمبوسكو عصرا، وعليه فإننا ندعو الجمهور للمشاركة لتشجيع اللاعبين ورفع مستوى الإذاعة الوليدة الأهلية. نظمت جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين دورة تدريبية حول خطورة التبغ وتعاطي المخدرات. المناسبة رأسها الأمين العام للجمعية داود الحاج يحيى. زينب أحمد عبد الله.
ضمن الأنشطة التوعوية التي تقوم بها جمعية الدفاع عن حقوق المستهلكين في تشات، جاءت هذه الدورة التدريبية الخاصة بتكثيف حملات التوعية للمواطنين حول خطورة مرض السكري والسرطان والكبد الوبائي وأمراض الضغط والأزمات القلبية. الدورة كانت لعدد من الصحافيين في القطاعين العام والخاص، حيث افتتح أعمال الدورة الأمين العام للجمعية داود الحاج آدم، الذي تحدث عن أهمية التوعية للمصابين بهذا المرض ومعرفة التكيف مع البريفنسيون ده واجب الناس بعرفوا شنو اللي سبب ال 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 الأمراض ده، هي استعمال هنا السيجارة، هي الشربان هنا الخبرة بزيادة، هي اسم ذاك المأكولات اللي بتبلبل ما عندها كاليتي كامل، الناس قاعدين بأكلوا اللي كيفوا. هذا وسيناقش المشاركين في الدورة مواضيع عديدة، عن دور الإعلام في التوعية وكيفية زيادة ساعات البث لكافة البرامج الاجتماعية. أطلق مدير الشباب إدارة الشباب والرياضة كالدي لونغا أعمال الدورة التدريبية حول مكافحة المنشطات بالأوساط الرياضية. حسب الكريم محمد سعيد أبزين. قديما قالوا العقل السليم في الجسم السليم، فمناسبة اليوم لم تذهب بعيدا عن العنوان الرئيس، فمكافحة المنشطات بات الشغل الشاغل لجميع المؤسسات المهتمة بالرياضة بل حتى الدول. فاللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات في الأوساط الرياضية التي نظمت الدورة بالتعاون مع اليونسكو والوكالة الدولية لمكافحة المنشطات لم تكن بعيدة عن الكفاح، الأمر الذي أكدته عبر تنظيم هذه الدورة والتي شملت الرياضيين والمسؤولين عن الفيدراليات الرياضية الوطنية بالإضافة إلى المدراء الفنيين. العدد الإجمالي للمشاركين أكثر من 100 مشارك. الكلمة الافتتاحية كانت لنائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات لوميغي ناغاناسو، الذي شدد على أهمية مكافحة المنشطات في الأوساط الرياضية والمجتمعية معا، مشيرا أن التنافس الشريف لا يتماشى مع المنشطات. واتفق القول بين نائب رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وممثل وزير ترقية الشباب والرياضة والعمل مدير الشباب بالوزارة كالدي لوانغا، الذي هو الآخر قال أن مكافحة المنشطات نقطة حامة تضعها البلاد ضمن أهم الأولويات التي تقوم بها، وقد أكدت البلاد ذلك عبر التوقيع على الاتفاقية الدولية المتعلقة بمكافحة المنشطات، شاكرا اللجنة الوطنية لمكافحة المنشطات وشركائها لتنظيم المناسبة، داعيا المشاركين بضرورة الاستفادة من الدورة. وخلال 48 ساعة ستناقش الدورة العديد من المواضيع المتعلقة بالمنشطات والأضرار الناتجة عنها بالإضافة إلى آلية مكافحتها. وصلت اليوم بمطار حسن جاموس الدولي بالعاصمة إنجمينة المكرومة السنوية لسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان على متن طائرة الشحن، وهي عبارة عن 50 طنا من المواد الغذائية والاستهلاكية المختلفة. محمد حسن آدم. وصلت إلى البلاد المكرمة السنوية لسمو الشيخ سيف بن محمد آل نهيان من دولة الإمارات العربية المتحدة للشعب التشادي على متن طائرة شاحن من طيران الإمارات، وهي عبارة عن 50 طن من المساعدات تتمثل في المواد الغذائية إلى جانب مواد استهلاكية أخرى، وذلك بمناسبة شهر رمضان المبارك. جرت المناسبة بحضور سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد سعادة محمد علي الشامسي، وذلك مواصلة للأنشطة الإنسانية والاجتماعية والعطاء المتواصل من الأصحاب ذوي النوايا الحسنة من دولة الإمارات العربية إلى أشقائهم التشاديين. المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية يستلم جميع المواد التي خصصت لها، بالإضافة إلى هناك مخصصات إضافية لمؤسسة القلب الكبير. نسأل الله أن يوفقنا نحن والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية والمؤسسة القلب الكبير وجميع المؤسسات الخيرية الصادقة. هذا وقد أشاد كل من رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وممثل مؤسسة القلب الكبير لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو الجهتين المستفيدة من هذه المساعدات بهذه البادرة الإنسانية. هذه المكرمة التي تأتينا من قبل الشيخ سيف بن محمد آل نهيان، وهي تأتينا في هذا الوقت الذي الناس كلهم يتجهون إلى شهر رمضان المبارك. السفارة هنا والمؤسسات الإماراتية ببذل جهد تقريبا سنة عندنا معهم،
لشان ده هذه المعدات الجاي أنينا نستقبله وبعد ده نوزه للمسلمين المحتاجين. ونشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة عبر المحسنين والخيرين من أبنائها إلى جانب المؤسسات الخيرية الإماراتية دعبت في تقديم المساعدات والخدمات الاجتماعية المختلفة لصالح الشعب التشادي منذ عشرات السنين. خارج العاصمة نجمينا قام حاكم إقليم السلامات محمد زين الحاج يحيى بزيارة إلى حضيرة زاكوما بهدف الوقوف على حيوانات وحيد القرن الذي تم نقله إلى الحضيرة قبل أسبوع. خليل حسن صالح. بعد أيام من دخولها إلى حظيرة زاكوما، حيوانات وحيد القرن تحتاج لرعاية خاصة حتى تتأقلم في بيئتها الجديدة. ولتعيد إلى حظيرة زاكوما مكانتها وقيمتها وفصائل حيواناتها المفقودة، جاء هذا اللقاء الذي جمع حاكم إقليم السلامات زكريا محمد زين الحاج يحيى مع الإداريين بحظيرة زاكوما، حثهم فيه على ضرورة المحافظة على هذه الحيوانات، وقال إن وجود وحيد القرن بين الحيوانات في زاكوما يضيف طابعا آخر فقدته الحظيرة منذ أكثر من 40 عاما، ودعا الحاكم المواطنين لتقديم مساهماتهم للحفاظ على ثروة زاكوما. مدير حظيرة زاكوما ليون لامبريس قال إن حيوانات وحيد القرن تكون دفعة قوية وتقدم عريض في تاريخ الحظيرة، مطالبا من السلطات المحلية التعاون مع قوات أمن البيئة والعاملين بحظيرة زاكوما للمحافظة على مكانة الحظيرة. ونذكر بأن حيوانات وحيد القرن الستة القادمة من دولة جنوب إفريقيا تحظى الآن برعاية خاصة حتى تتأقلم وتخرج إلى براري حظيرة زاكوما مع باقي الحيوانات. قام حاكم إقليم سيلا رمضان إرديبو أو قدم رسالة رئيس الجمهورية إدريس بيتنو حول جمهورية الرابعة إلى سكان إقليم، جاء ذلك من خلال جولة التي قام بها الحاكم أحمد خامي الجمعة، والمزيد من التفاصيل. فبعد لقائه مع رجال الأمن والقادة الدينيين والإداريين ورجال الدين، فإن حاكم سيلا رمضان إردبو واصل جولاته التوعوية للسكان لنقل توجيهات رئيس الجمهورية. ففي قرية شروة الواقعة على بعد 15 كيلومتر شرق مدينة قزبيدة، وكذا المركز الإداري لكرفي الواقع على بعد 45 كيلومترا جنوب قزبيدة، أمام هذه الجماهير فقد أوضح الحاكم للمواطنين مخرجات وتوصيات الملتقى الوطني الشامل الذي نتج عنه ميلاد الجمهورية الرابعة، والتي تطلب من كل المواطنين تغيير السلوكيات وتقوية الأمن لتجول الأفراد وممتلكاتهم. كما اتخذ الحاكم العديد من القرارات، منها منع استخدام المواطنين للسيارات تويوتا رباعية الدفع المخصصة للجنود والدراجات والأسلحة النارية للمدنيين. من ناحيته الأمين العام لإقليم سيلة ممدو غانا بوكر في جولته داخل المناطق التابعة إقليم سيلة فقد قدم رسالة الوالي إلى العمال، طلب منهم الاستخدام الأمثل للموارد المالية والمعدات واحترام السلم الإداري وعدم اختلاس الأموال العامة للدولة. للتذكير، فإن الأمين العام لإقليم سيلة ممدو غانا بوكر فقد دعا العمال إلى تغيير سلوكياتهم، إذ أن المحتالين والكسالى ليس لهم مكانة في الجمهورية الرابعة. عقد حاكم إقليم مندول عيسى الجدي لقاء تنويريا مع المسؤولين الإداريين ورؤساء الأقسام في القطاعات العامة والخاصة في الإقليم. عائشة أحمد دوقي. بهدف إخطار المسؤولين الإداريين ورؤساء الأقسام والمدراء العامون في القطاعات العامة والخاصة حول الاجتماع الذي دعا إليه رئيس الجمهورية بمدينة مندو لكل حكام الأقاليم المدارية وتفهيمهم بمخرجات المنتدى الوطني الشامل للإصلاح المؤسسي والجمهورية الرابعة، حيث طلب رئيس الجمهورية من حكام الأقاليم المذكورة عنفا بضرورة إنمامهم بالجمهورية بعد أن قضى على الحكم 27 عاما، وذلك بهدف الوقف الفوري لمهرجان الفوضى والعمل وفق القانون من الآن فصاعدا. كما طلب من الحكام الأخذ بعين الاعتبار كل ما جرى من مداولات في هذا الاجتماع ونقله إلى الإدارة العامة. من جانبه فقد أكد حاكم إقليم مندول عيسى الجدي بأن رئيس الجمهورية قد حدد موضوعات جد هامة
كمكافحة الرشوة والتهريب وإلقاء الحواجز والصيد الجائر واختلاس أموال الدولة. مسألة الأمن وحماية البيئة كانت في صلب اهتمامات هذا اللقاء الذي جمع الحكام مع رئيس الجمهورية. وأضاف حاكم الإقليم أن الرئيس يسهر على تطبيق مخرجات المنتدى الوطني الشامل وخصوصا الجمهورية الرابعة لأجل الوصول إلى إدارة جيدة. ونبقى في نشاطات الأقاليم وفي إقليم كراع، حيث رأس حاكم الإقليم محمد علي حسب الله اجتماع عملي ضم 4 من المحافظين في الإقليم. ديقا محمد الحاج. بهدف أخذ كل الإجراءات اللازمة من أجل إنجاح الحملة الزراعية والأمن الغذائي في إقليم جيرا خاصة وشتى البلاد بصفة عامة، جاء هذا الاجتماع الذي يخص الحملة الزراعية لعام 2018 و2019 تطبيقا لقرار رئيس الجمهورية إدريس ديبي تنو حول التنمية الزراعية في البلاد. حاكم إقليم جيرا محمد علي حسب الله أوضح عن أسباب قلة المحصول الزراعي للعام الماضي التي تتمثل في التغيير المناخي وقلة الأمطار والآفات الزراعية والنقصان الفنيين في هذا المجال والأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. كما ناشد سكان الإقليم بذل الجهود لتحسين الحملة الزراعية لهذا العام وترك المشاكل الأهلية وكذلك منع قطع الأشجار بهدف حماية البيئة. هذا وفي الختام طلب من السلطات والشيوخ التقليديين توعية السكان في تنفيذ مخرجات الجمهورية الرابعة. شب حريق هائل بالسوق المركزي لمدينة بول حاضة إقليم البحيرة أدى إلى خسائر مادية كبيرة. عبد الرحمن آدم رحمه. لأسباب لم يعرف مصدرها تفاجأ سكان مدينة بول حاضرة إقليم البحيرة بحريق شب في المقر القديم لمكتب رئيس المركز الإداري المعروف بسوبرفكتيرا، وقد أدى هذا الحريق المفاجئ بدمار شامل لجميع محتويات المكتب خاصة الأرشيف والأشياء الأخرى، ما أدى من نجوم أي خسارة معنوية ما عدا المادية منها. سميت ده اللي حركها ناس نارنج ناس جاي يكوركو ده أنا مراك بيرور اللي شفت الدخان بس مراك من أوسطنا بيت فعلا في قول أنا بلانتون ده النار ده جنب من صالون الدايل اللي أصلا تشيفوا ده ما أدري شو والمرق منك ما في ولا رزينانس ده ما خدمة ذات الساب. وفي صعيد متصل اليوم الثاني في مدينة بول شب حريق آخر بسوق المركزي لمدينة بول، وكان ذلك بسبب صناعة بعض البائعات الأطعمة الجاهزة داخل السوق أثناء السوق الأسبوعي لمدينة بول، وقد أدى هذا الحريق إلى خسائر مادية لعدد من المحلات التجارية ومعدات التجار. حريق جمع في سوقنا بول وسبب خسارات كثير، شفت هسه مغازا قريب 10 كله فات، موتيات كله 4-5 كله هربوا وخسارة، مش شفت هذا بس خسارة كثير زيادة وقت النار ده قمة وقت ساب ريجون ذاته كي في مشاكل هنا بكو حرام كله الناس خافوا ده شغل ده بيجي وتحامي وخوف دخل لنا وخلاص الناس كله جو. وطبق الإشارة بأن تضافر سكان مدينة بول ولم شملهم أدى إلى إخماد الحريق بسرعة فائقة تفاديا لتفاخم الخسائر عندما شب الحريق. وفي مدينة أو في قرية بابانوسا الواقعة بمركز إداري أسونغا الريفي شب حريق هائل أدى إلى خسائر مادية. محمد هارون أبو غرين. قرية بابانوسا الواقعة بمركز إداري عدر الريفي التي شهدت في الأسبوع الماضي التهاب حريق هائل مما سبب لهبه خسائر مادية وبشرية جد وعزيمة راح منكوبيها أكثر من 200 متضرر أصبحوا من غير مأوى لا حول ولا قوة لهم. والأمر لم يقف في الممتلكات وغيرها، فحسب لاحق الضرر بالمواشي ومواد غذائية مختلفة من الغلال والبقوليات. الأمر المأساوي دفع منصوبي الصليب الأحمر التشادي بمحافظة أسونغا وبرفقتهم رئيس مركز إداري أدري الريفي محمد آدم محمد ممثلا للمحافظ ورئيس كانتو غرني ورئيس المجلس العالى للشؤون الإسلامية فرع أسونغا أن يحط رحالهم بقرية بابانوسة المنكوبة من أجل تقديم واجب المواساة والمؤازرة للسكان المتضررين وبحوزتهم إغاثة إنسانية مقدمة من طرف السكان وأهالي مدينة أدري عبر الصليب الأحمر التشادي بالمحافظة. توين الطوئية في مدينة هنا أدري بعد الطوئية ده ما شاء الله المواطنين بتاع مدينة أدري مال إدارين بتاع ما قصروا
شفنا الموسف حاجة زيادة بعد ذلك لمينا حاجة البسيطة اللي لا جبناه أمامكم شفتوا ده. هسا نمشي نسوي تقارير بتانا بأسرع وقت عشان ننسو نودو أبشا عن جمعنا ربنا كان وفق ده إن شاء الله نجيب له مساعدة تانية. معقبا في ذلك هو الآخر رئيس مركز إداري أدري الريفي محمد آدم محمد طالبا من قاطني القرية أن يهتموا بتخطيط الشوارع والتركيز في بناء منازلهم بالطوب الأحمر بدلا من القش. نطلب من المواطنين أصحاب القرية أولا بالأولا القرية خليه يعملوا لها شوارع، البيوت ذاتها خليه يحاولوا يبنوا على الأقل بالطين أحمر. ونطلب من الجمعيات المدنية والناس الأونجي والمنظمات الحكومية وغير الحكومية يساعدوا هؤلاء المتضررين. هذا وللتذكير بأن أعضاء جمعية الشريب الأحمر التشادي بمحافظة أسونغا دأبوا دوما في مبادرات إنسانية وطوعية بغية تقديم الدعم والمساعدات للمحتاجين والمتضررين من جراء الكوارث الطبيعية وغيرها. لا زال سلطان باقرمي يواصل في جولاته التوعوية التي يقوم بها لصالح السكان في إقليم شارع باقرمي، حيث وصلت جولته إلى مركز إداري ما يعيش. الحسين النور يوسف. بعد قرية بولبيدا ومنجفة وبوغمين، فقد وصل الوفد الذي يقوده سلطان باقرمي بن عاجي ولي محمد إلى مقاطعة ما يعيش التي تبعد بحوالي 95 كيلومتر عن مدينة ماسينياء. وحتى إن اختلفت الأماكن فإن الرسالة التي حملها السلطان إلى مختلف الشيوخ التقليديين بتلك المناطق واحدة، وهي حثهم ودعوتهم إلى تحمل المسؤولية التي كلفوا بها في مضمون السياسة الحالية للبلاد. أنا رئيس الجمهورية قال نبلغ له وجمهورية رابدة وجمهورية أنا رحمة وأنا سلام. ورئيس الجمهورية قال كلام أنا قد انشدر هو الكل أبادنا وأجننا ما خدمه ما إيشو بيشدر شغل لك قمي من بقان آخر وجاء نزل ليلة مجل أزالية وليك قدام بطاطا نادم يكتشدر ما في. وفي سياق متصل، فقد طاب السلطان بن عاجي ولي محمد سيره إلى أن وصل قرية بلاوة، والتقى أيضا مع الشيوخ التقليديين وأهالي القرية لنفس الغرض. ولكن هذه المرة لم تختصر رسالته إلى الشيوخ التقليديين فحسب، بل شملت المرأة والشباب، حيث دعاهم إلى ضرورة المساهمة بشكل أو آخر في تطوير قراهم، مستعرضا بأن السياسة الحالية للبلاد قد منحت الشباب والمرأة مكانة خاصة في المجتمع، وأنه من المنتظر أن يواصل السلطان زيارته التوعوية هذه إلى باقي القرى بإقليم شارع باقرمي. رياضيا، عقد رئيس الفيدرالية الدولية لكرة القدم مختار محمود مؤتمرا صحفيا بهدف الكشف عن الملابسات الأخيرة التي عاقت كرة القدم التشادية. عباس أبكر مصطفى. أعضاء المكتب التنفيذي للفيدرالية التشادية لكرة القدم مع رئيس الفيدرالية يعقدون مؤتمرا صحفيا لإيضاح المشاكل التي تعيق كرة القدم في البلاد المتمثل في عدم تمكنهم في إكمال الدوري الوطني لهذا العام. بدأ ثم توقف لمشكلات فنية ولوجستية. وعلى حسب ما أكده رئيس الفيدرالية التشادية مختار محمود بأن نائبه الأول إبراهيم فولا متهم ببعض التجاوزات ومخالفات مالية في العام 2016 والذي قدر بحوالي 60 مليونا من الفرنكات الإفريقية. وبناء على هذا بأن المكتب التنفيذي قرر إيقاف النائب الأول عن عمله حتى انعقاد جمعية عمومية للفيدرالية. كما عرض رئيس الفيدرالية مختار محمود أمام الصحافة الوطنية الشيكات التي اتهمت بها فولا. من جانب آخر قال مختار بأنه من الصعب لتنظيم الدوري على كفالة الفيدرالية. في أي دولة فيدرالية تنظم دوري بوحدة إلا اللهم يكون الفريق منظم وعنده تبع النادي مؤسس وعنده كل شيء أو عنده شركة تمويل الفريق. فيدرالية داير تنظم الدوري هتكون صعب جدا. إما الفرق يكونوا عندهم شركات وعندهم نظام خاص ويكونوا فريقهم أو الإقليم تشيل الفريق. في معرض رده على أسئلة الصحافة التي ركزت
حول كيفية أخذ فولا لهذه الأموال، وقد رد أنهم فوجئوا باستلامه لهذه الأموال، وأكد بأن العدالة ستأخذ مجراها في هذه المسألة. نختم بقراءة هذه البرقية من قبل منظمة النهضة الخيرية لتنمية المرأة والشباب، يهنئون رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو وللحكومة الجديدة حكومة الجمهورية الرابعة، متمنين المزيد من التقدم والإزدهار لجاد حكومة وشعبا. التوقيع رئيسة المنظمة منى محمد الصافي. بهذا نهي معكم هذه النشرة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله.